يا سادة، احنا النهاردة اتكلمنا وفصلنا في حديث من اجل احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا على ان ازاي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اوتي بابي وامي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم بيدلنا على حاجة مهمة جدا جدا، بيدلنا على ان احنا لازم ندخل في حمى الله، لازم تبقى حياتنا مضمونة، حياتنا مضمونة، حياتنا محمية، حياتنا مرعية، حياتنا مكفية، حياتنا مليانة نور ومدد من الله. انطلقوا في حياتكم، لا تخافوا من ضر حسي ولا من ضر غيبي ولا تخافوا من ضر إنسان، فأنتم في حمى الرحمن. اللهم أدم علينا البقاء في حضرتك والبقاء في نورك، واجعل قلوبنا متيقنة بأنك حمانا وأنت سندنا وأنت عوننا وأنت مددنا. يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، يا سندي أنت مددي، وأنت وحدك يا مولاي الذي بك يكون أمني، فأمني بك على الدوام يا رب العالمين.